شو 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 أنا رأيكم إحنا هنروح لإيهاب والله ولا الإيفنت أنا شايف إنه إيفنت ناجح جدا رأيي في الكرياتيف سامت عامة إنه فكرة هايلة في نقص في الكرياتيف أتموسفير الموجودة في مصر عامة الناس محتاجة تبقى في أوتلت إن يقدروا يقعدوا حتى يسمعوا بعض ويسمعوا أفكار بعض ويتكلموا على أفكارهم وفي نفس الوقت يقدروا يسألوا الناس اللي هم شايفينهم خبراء في الموضوع إن يقدروا يتكلموا معاهم ويستفيدوا منهم فأنا شايفة حاجات زي الكرياتيف سامت والحاجات دي المفروض يبقى فيه أكتر منه وياريت الناس المسكين الديجيتال ماركتس والكرياتيف اندستري عامة يبتدوا يعملوا إيفنتس كده أكتر ودي حلو أوي عشان بيجمع الشركات ومنظمات مختلفة اللي بيعملوا حاجة في الكرياتيف اندستري مع بعض عشان بيعملوا شيرينج اكسبيرينس شيرينج المعلومات شيرينج الخبرة شيرينج كله حابين ان كل الايفنتس تبقى حاجة بتدعم الفكر بتدعم الكرياتيفيتي بتدعم رؤية الشباب الستارت ابس مش مجرد ايفنتات الناس تيجي تغني وتنبسط وتمشي عايزين الناس تمشي من الايفنت متأثرة بحاجة عايزة تغير حاجة في حياتها ناس كتير من مجالات مختلفة بتحاول يبقى عندها ريادة في المجال اللي هي فيه بطريقة مستقلة وبطريقة مختلفة عن بقية الناس القديمة واللي مسيطرة على السوق شايف انها فكرة محترمة جدا الناس دي كلها تتلم حتى لو كانت الشركات دي بتقدم منتجات او بتقدم سيرفيسز مختلفة تماما عن بعضها دول بتوع ميديا ودول بتوع ابليكيشنز ودول بتوع كذا ودول بتوع كذا في انيشيتيف ان هم يبتدوا يفتحوا كلام مع البانز ويشوفوا ايه اللي ازاي يريحوا البانز وهم ازاي برضو يعني ان العلاقه تبقى مريحه للطرفين يعني الفكره ان هم ابتدوا اصلا يبصوا على صناعه البانز وكده وعايزين يطوروا منها وعايزين يشوفوا ليها مستقبل وازاي نقدر نشتغل مع بعض الموضوع ما بقاش مقتصر طيب وتحب تنصح الناس ازاي او تقول لهم ايه عن من الايفنت يعني النهارده او كده وبعد اذنك هتبص للكاميرا اقول لهم بس ان احنا لازم نقعد كلنا نتكلم مع بعض نشوف نقدر نستفيد من بعض ازاي يعني مثلا في حفره هنا ممكن تقع فيها بس الفكره ان علشان ما فيش اي حد بيقولك ان في حفره فكل الستارت ابس بيقعوا في نفس الحفره انما لو في حد سابقني بسنه قال لي خلي بالك ممكن تقع في مشكله كذا او خلي بالك ممكن تقع في مشكله كذا فنظم نفسك من الاول خلاص احنا عدينا الحته دي هي دي المشكله ان مفيش عشان اصلا فكره الستارت اب مش منتشره فمفيش مثلا كتب بتتكلم عن كده مفيش محاضرات بتتكلم عن كده انما دلوقتي الستارت اب ابتدوا ينتشروا الحمد لله كتير يعني وشركات المستقله الجديده اللي قايمه على شباب وقايمه على افكار مختلفه ابتدت تنتشر فده ادى ان الايفنت دي فرضت نفسها ان هي تحصل وانا شايف انها هتفرض نفسها اكتر فتره من الفتره ان المزيكا ليها دور اكتر من مجرد ان هي تبقى مزيكا بس المزيكا ممكن يبقى فيها بوزيتيف مسجز او ليها سوشيال امباكت على المجتمع اكتر منها مجرد اغنيه انك تجمع كل الكرييتيف مايندز وكل الناس اللي شغالين في مجال الكرييتيف اندستري من شركات دعايه واعلان لكوربريتس لمشاريع لسه صغيره ولسه بتنمو ويجمعهم في مكان واحد يتبادلوا الافكار ويتبادلوا الانيشيتيفز ويتبادلوا المواضيع يتعلموا من بعض محاولة جادة من الشباب اللي عاملين الايفنت ان هم يخلقوا مجتمع ظريف او مجتمع يعني متفاعل بشكل ظريف حوالين فكرة الكرياتيف اندستري والدعاية الاعلان والتسويق هو عمل زي همزة وصل كويسة ما بين الشركات دي والفريش جراديويت بحيث ان هم يسهل لهم ان هم يفتح لهم مجالات جديدة ويسهل لهم الوصول للشركات الكبيرة دي بلس كمان يسهل لينا احنا كايجنسي الوصول للناس التالنتد اللي نقدر فعلا نستفيد بيهم بعد كده في الشغل بتاعنا وبيحاولوا يخلقوا مساحة كويسة مش موجودة المساحة دي لو اتخلقت زي ما تكتب نقطة ارتكاز للصناعة دي في المنطقة او على الاقل في مصر يعني ده في حد ذاته شيء كويس الكرياتيفيتي دي عبارة عن انا بعمل حاجة كرياتيف علشان حد تاني جيت انسبايرد مش عشان اعملها وانام واخبيها انا بعملها علشان to be exposed right it's all about the connection between people ف
فهو بدايه كويسه in order to make to do this connection مع الناس وبعضها بالذات في الورك ده. انا نفسي اشوف ان المجال ده يبقى زي المجال العالمي عامه، نلاقي الموضوع ده في كل حته في العالم، ان بيركزوا في الكرييتيف اندستريز وان زي يطوروا افكارهم. احنا في مصر لسه بنبتدي في اول الطريق، فعشان كده انا بقول عايزين نشوف الموضوع ده يكبر ويتقوى. كل واحد جاي بيقول توك ليه رؤيه مختلفه عن الثاني، فبس صدقني الرؤى دي كلها مجتمعه تقدر تفيد الاشخاص، لان كل واحد هيقدر يقول الموديل دوت هو اللي انا اقدر امشي عليه، الموديل ده اللي اقدر اطبقه. فاحنا لينا موديل مختلف شويه، مش مختلف، انا قصدي الموديل بتاعنا الكرياتيفيتي بتاعتنا مبنيه على البساطه، انك اعمل الشيء البسيط جدا بس يكون معناه عميق، يكون مذاكره كويس او عامل له اعداد صحيح. انا شايف انك توصل الرساله ببساطه اللي هيستقبلها ببساطه جدا، يعرف يطبقها ببساطه. فده مبدانا في العمل، انك بلاش تتكلف في الانتاج لكن تفكر كتير، فكر بنسبه 80% ونفذ بنسبه 20%، عملك هيبقى 100%. هو الانترنت دايما هو يعني سلاح ذو حدين، يا اما انت تطور فيه تمام بشكل ايجابي لدرجة اللي انت ممكن انت نفسك اللعبة اللي انت بتحبها انت ممكن تضيف فيها او تصنع اللعبة اللي انت متخيلها دي ممكن تبقى قوية مثلا وممكن تتباع في السوق بعد كده. فهي بدل لما انت تبقى انسان متلقي بس كل كاند يوزر، كل اللي بيجي لك تلعب عليه ولا تتفرج عليه، لا انت حط بصمتك في السوشيال ميديا، حط بصمتك في الانترنت، في الجيمز، حتى حط البصمة بتاعتك لو انت بتحب الجرافيكس مثلا وتقدر اللي انت تعمل فيجوالز و3 دي تمام. بس خليك بني آدم مؤثر مش بس بتتأثر. شكرا. دانكي شن.